خلى الافضليه مارسيلو يلعب عرضيه مع ايجوين 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 لدي ماريا هيدا ممتازه اوه هدف جول ريكاردو كارفالو يفتح مجال التسجيل في اول مباراه محليه يلعبها واول هدف يسجله هذا الموسم مع الريال أول مباراة محلية في تاريخه ريكاردو كارفالو يفتح مجال التسجيل لصالح نادي ريال مدريد حملة لما تأتي من عناصر الريال هكذا أربع لاعبين أمام ستة شكلوا خطورة وقوة واندفاع وإرادة ورغبة كبيرة لم تكن في الريال الموسم الماضي يتمكن كارفالو من مباغتة الحارس دافيد ديكيا بهدف أول عند الدقيقة 13 من انطلاقة الشوط الأول من المباراة هدف يفتح الشهية شهية عناصر ريال مدريد ويخلي من دون شك عناصر أتلتيكو مدريد تخرج من منطقتها لأن البداية اللي بدأ بها عناصر فريق أتلتيكو مدريد لم يكن بإمكان أن يحدث إلا هذا الذي حدث.